ما في أي شك إنه الجمباز هو رياضة بدها نفس طويل وطاقة عالية، تغذية جيدة. هي رياضة ما بتيجي من سنة أو سنتين تمرين، بل بدها فترة طويلة لحتى تبلش تشترك وتظهر في البطولات. جاد مزاهرة أحد أفراد المنتخب الوطني للجمباز، 27 سنة في المنتخب، صار لي تقريبا 17 سنة من بلشت جمباز وأنا عمري 8 سنوات. هو تقريبا متأخر للجمباز، بس الحمد لله مع الجهد والتدريب طورنا. طبعا كل الرياضات فردية أو جماعية بتأثر على شخصية الفرد، من حيث تطور الإرادة، الثقة في النفس، حب المنافسة، تطوير الأخلاق. طبعا الأخلاق قبل كل شيء. أجهزة الجمباز للذكور هي 6 أجهزة: حركات الأرضية، حصان الحلق، الحلق، القفز، المتوازي، والعقلة. طبعا أحب جهاز وأحلى جهاز لإلي اللي هو جهاز الأرضي. هو مش جهاز سهل، ولا بده طاقة وبده تمرين كثير وممارسة. تقريبا أكثر النتائج الكويسة كانت على جهاز الأرضي. أصعب جهاز في الجمباز بشكل عام لكل لاعبين الجمباز اللي هو جهاز الحلق، بيحتاج لقوة عالية جدا، بده تمرين وواحد يكون عنده نفس طويل لحتى يوصل لمراحل ومستوى عالي في الحلق. ست أيام في الأسبوع تدريب، مدة كل وحدة تدريبية من 3 لـ4 ساعات، غير إنه أنا لاعب عم بشارك في تدريب الناشئين والأطفال في الجمباز الأردني. طبعا الاتحاد وداني دورات مدربين، مش علشان الخبرة فقط إني لاعب دخلت إنه الحمد لله كان لي ميداليتين على الأقل في كل بطولة، ذهبية أو فضية، على مدار 3 سنوات. احنا مشارك بطولات كأس عالم بحيث تزيد من تصنيف اللاعبين الأردنيين على قائمة الاتحاد الدولي وسلسلة كأس العالم. طبعا عندنا تصنيف جدا كويس، انه العرب ما في اي عرب مصنفين، بس الأردنيين مصنفين على سلسلة كأس العالم. في واحدة من بطولات كأس العالم حصلت على ميدالية ذهبية. بالنسبة للاتحاد الأردني للجمباز، هو من أحسن الاتحادات إداريا ونتائج وفنيا في المملكة. طبعا هذا كله بدعم ورعاية سمو الأميرة رحمة بنت الحسن. بالنسبة للخطط المستقبلية، يعني أنا ناوي إن شاء الله عم بكمل ماجستير تربية رياضية في الجامعة الأردنية، وعم بخطط إن شاء الله بس أخذ الماجستير أكمل ألتزم مع الاتحاد كمدرب، وأكمل كلاعب في بطولات جديدة إن شاء الله السنة الجاية رح نشترك فيها، وإن شاء الله نتائج كويسة رح تكون.